عز انه واحد انه يفكر يبيع ضنايا يا راجل على عرضه، بس من القلب الجوع عملت العمله هذه. الله، امال شو عم تبيع؟ عم ابيع ضنايا. عدو بابا عدو. عندي ولد واربع بنات، انا من العرب يعني اي بني ادم بده اي واحد ابيعه اياه. يعني اي بني ادم بده بني بده ولد معطيه ما بيعه، بده يشتري بيعه اياه. ايش يسوي الواحد يعني ما بده يبيع الولد ولا البني؟ صح بني حريق ضل ضناه وعرضه، بس يعني من فوقه من قدره طمعيه. عندي هي في بنت حنين بده تغيير نظاره، وعندي البنت الصغيره في طلاله خرق بدانها، هذه المفروض اوديها على الروضه. تعيش أبرينا بشي صبي بالله. يا شو عم تبيع؟ أولادي مدام. يا لطيف يا لطيف، أنتوا ألف عرش وألفكم آسي. ظلام نحن. والله سمعنا وشفنا. مدام عندك أولاد؟ لا ما عندي غير هالكلب. طيب اشتري لك من عندي شي ولد هيك يسلي لك الكلب الوحداني. فكرة. إيش حد بتخلى أساسا عن ضناء إلا مش عارف ترد عليك. يعني انا من قلت لك تو من فقر والجوع عملت العمله هذه. فقر والجوع بعمل اكثر من هيك، والاجار البيت بذبح. هل ممكن أن تصل بنا الأمور إلى هذا الحد، إلى هذه المشاهد، ولو كانت مشاهد تمثيلية إلى أنه هي مشاهد مؤثرة جدا؟ يعني ما بعرف كيف إنسان بيقدر يتحمل لمجرد فكرة أنه ممكن يبيع ابنه أو يبيع بنته. معي طبعا من غزة هاني الحديد، وهو الأب الذي يريد أن يبيع أولاده، ومعه كمان أولاده موجودين داخل الاستوديو. لحظات قليلة ونكون معهم مباشرة من غزة، بينما معي داخل الاستوديو هنا في بيروت، هنا في بيروت، فادي وهو رجل لبناني يريد أن يبيع نفسه. سنعطي 10 دقائق لهذه الفقرة بين بيروت وغزة. نبدأ معك فادي مباشرة، لكن جهز غزة. فادي كيف بدك تبيع حالك؟ يعني شو بدي بيع حالي؟ أنا مش مبسوط نهائيا بعيشتي، وتعبان كثير تحت السفر نفسيا، محطم يعني. طيب إذا مش مبسوط وتعبان بيع حالك ليه؟ لا إلي قصة. أنا كنت بالجيش، عمري 18 سنة، يعني مش شيء من هالدنيا، فت 15 سنة وطلعت من الجيش متضايق نفسيا على أساس إنه سافر وفل وظبط حالي، طلع لي 40 مليون. هلا معلمين عمي بروسيا لهم 32 سنة على أساس يسفروني ويوعدوني وهذا، وأنا صدق ناطرهم يعني على أساس إنه فالي. فطاروا ال 40 مليون وبعدنا الوعد يكمون. هي القصة من 6-7 سنين، اللي طالع من الجيش 7 سنين ونص. أنا خالي دكتور مساجي له 35 سنة، كنت أشتغل معه بالسمرلاند وعندي خبرة فيها وتقويت، صرت أشتغل مساج إلي شي 7-8 سنين.
اساس ماشي حالي انه كل العالم مساج طبي وهيدا، وطلعت من سنه على الاو تي في احكي عن الموضوع يعني انه طبي. كل العالم صار نص الرجال حشل، رجال مزبوط جايات والباقي بده نسوان. يا عمي مساج طبي بتفهمهم هذا انه شغله طبيه وهي مثل بعضها. فقالي 5 سنين عم بعاني، يا بيلحقوا الجايات يا بدك تجيب له النسوان تركب قرون يا طيب انه اليوم بدك تبيع حالك كيف؟ يعني وعم بكتب وراء وما عم بخلي شيء، يعني جميع الوسائل استنفدت. عرف كيف؟ راح حضرتك اقول انه بيجي الاخصائي على البيت لحاله وما في بنات ومنفهمهم انه شغله طبيه ويا عالم يا هو مثل بعضها كله بده بنات. طيب فاذا انه ياخذين انه المساج اكسترا بدي احكيها على وما مستحم ما فرقني مع هذا. اوكي فانا عملت التيشيرت، انا كنت عم بلها كاروين مساج فور ليديز ليديز ان اوت سيرفيس. هاي الدعايه تبعك يعني دعايه. طيب انت اليوم جاي تعمل دعايه ولا جاي تبيع حالك؟ جاي اعمل دعايه وبيع حالي واحكي قصتي. طيب شو بدك تبيع حالك يعني؟ بيع حالي لمرة غنية. بيع حالك لمرة؟ لمرة غنية مش ل او لزلم، بس او لشيء او لزلمة؟ ايه. شو يعني لزلمة؟ يعني لمرة انا عندي ما حقست، عندي طاقة جنسية كثير قوية وعند يعني قادر ابسطها جنسيا للماكسيم واعطيها حب وعاطفه وحنين قد ما بدك وادم كثير. هلا الرجال يعني ملياردير او بحب ال مستعد تسافر معه اعمل له شوفير مرافق ايه. انه اخلص من حياته. والطاقه الجنسيه مع الرجال؟ لا مع الرجال لا طبعا يعني ضربين منه بني جاي لاني لا شو كيف بدك عم تبيع حالك صرت ملكه؟ لا ما بصير هيك يعني قادر اعمل له كل شيء الا هي. عم بقول لك مع مرة لانت بدك جنس مع مرة انه بتتجوزها وشي بتقعد تهمد مش بتضلك داير. طب ليه ما بتشتغل يعني ما في شغل كله؟ طب شو بتبيع حالك يعني ما فهمت شو بتبيع كله حالك طائفة. يعني اليوم بلا طائفة ليك انا مسلم. طيب اليوم اسم الله عليك فادي العذراء وحاطط فادي فادي اليوم اسم الله عليك يعني اسم الله عليك بصحتك بصحتك وبكل شيء وعندك كل هالطاقات اللي عم تضحك بتحكي عنه بتجي تجي بتقول انا بدي بيع حالي. واحد يأسين شو بدك تعمل؟ 40 مليون طيار ريون هذا ابن الحرام ان شاء الله بحطه على صحته. وطلقنا المرة والولاد مع امهم وقعد بلا شغل. بتفهم العالم مساج بقول لك لا بدي نسوان. طيب خلينا ننتقل على غزة مباشرة. يقصنا على الاخر. معنا هاني الحديد من غزة، مساء الخير هاني. هاني مساء الخير عم تسمعني؟ سامعك مساء النور. اهلا مساء الخير. هاني حضرتك موجود الى جانب زوجتك واولادك اسم الله اللي مبينين علي خمس اولاد مش هيك؟ صحيح. طيب صحيح. يا هاني انه بدك تبيع اولادك كيف يعني كيف بدك تبيع اولادك؟ هل يعني عم تطرح بيع الاولاد لاستعطاف الناس وتلاقي حدا انه يساعدك بهالموضوع، ولا انت فعليا ممكن تبيع ضنا من ضناك؟ انا اول ما فكرت بيع الاولاد انه من الجوع والفقر اللي شافوه عندي لو ضلوا عندي هيموتوا من الجوع، فيش حد انه يساعدني. انت شو بتشتغل يا هاني؟ من الفقر والجوع انا عرضتهم الولد والاربع بنات للبيع. اربع بنات للبيع عرضهم؟ اشتغل عامل بناء. سؤال، انت عارض اربع بنات للبيع؟ ولد. انت عارض البنات والولد ولا البنات بس عرضهم للبيع؟ الولد والبنات. بدي عرضهم للبيع. الله اللي بدي يشتري اهلا وسهلا فيه بعطيه. بقديه اذا واحد بده يشتري بقديه بده يشتري؟ قديه مسعر؟ يعني مش سامع ايش بتحكي. قديه مسعر الاولاد؟ قديه مسعرهم؟ ما اعرفش قديش. يعني ما اعرفش قديش اسعارهم يعني لما بدي ابيع الولد ولا البنت ببيعه اياه عاد، بس دير باله عليه بعطيه انه دير باله عليه ببيعه اياه. طيب شو الشرط انك تبيعه الولد؟ يعني الشرط انت بتقول شو الشرط؟ شرط اول ما بعطيه انه دير باله على الولد ولا البنت، انه لو ضل عندي حيموت من الجوع فيش حد مطلع لي.
ايه فيش اقول لك ما خليتش يعني مؤسس. ما يعني اذا اجاك اذا اجاك احد هلا اجر عليها انه ساعدني باكله. طيب هاني اذا اجاك حدا هلا قال لك انا باخذ الاولاد بعيشهم احلى عيشه بعلمهم بطببهم بدرسهم وبعيشهم احلى عيشه بعطيني الولد انا باخده بدون ما يدفع لك لك ولا اي مليم او ولا اي فلس، هل بتقبل تعطيه الولد مقابل انه يعيشه عيشه كريمه؟ بعطيه يدير باله عليه وعايش ويعلمه. طيب ليه جبتهم يا هاني؟ ليه جبتهم؟ ايه؟ ليه جبتهم؟ مش قادر تعيش اولادك، ليه جبتهم؟ يعني اسم الله عندك خمس اولاد مش قادر تعيشهم، جايبهم لتبيعهم؟ أنا لما أقول لك ليش جايبهم أبيعهم أساساً ما قبل سنة ما كانتش الأوضاع زي هيك معايا، كانت أحسن من هيك. يعني هجيت الفقر والجوع إنه ذبحني، مشان هيك إنه عرضته مش قادر أطعميهم. فيش حد إنه بدق علي باب بيته ويعطيني قرش فلوس إلهم ومرتك أطعميهم ولا وزوجتك موافقة إنك تبيع أولادك؟ مش مكسورة مش وزوجتك موافقة إنك تبيع أولادك؟ موافقة؟ هي سامعتني؟ موافقة؟ سامع من السهولة هيك يا أختنا الكريمة إنه واحد يتخلى عن ابنه أو بنته، يعني ماني عارف. واحد بتخلاش عن ضنا، لكن إيش بدي أسوي؟ طيب قد ايه عمره الطفل اللي على او طفل اللي حاملتها زوجتك قد ايه عمره؟ هاني عم بحكيك لك قد ايه عمره؟ قد ايه عمره؟ انا ما عم بسمعها لزوجتك، قد ايه عمره الطفل اللي على ايدها؟ خمس شهور عمره، خمس شهور. وانت قد ايه لك اخذ قرار؟ قد ايه لك اخذ قرار بدك تبيع اولادك؟ من كم شهر اخذت القرار؟ يعني قديش قرر انه اخذ فلوس ابيع اولادي؟ والله انه بقد ما يدفع يدير باله عليه. لك انا فاهم، بس انت حاطط الاعلان بدك تبيع اولادك من كذا شهر، وعندك ولد عمره خمس شهور، طيب ما انك قادر تعيش اولادك، بعدك عم بتجيب اولاد ليه؟ مش سامع. احسن من قلبي عم بقول لك اياها، احسن ما تكون سامع. وانت كمان احسن. لك شو ليه؟ يا اخي جيب لي حل. يا اخي شو بدي اجيب لك حل؟ يغسل عين بتفوت بالحيط بتطلع من ثاني مال يا زلمه، جاي تخبرني انه بدك تبيع حالك لمرة؟ ما هذا مشغلني على بلد طائفه، بس سالوك كثير. شو بلد طائفه؟ مش غيرك بالبلد طائفه يا عمي؟ بلد طائفه انا عم بقول لك والله، بس سالوني منين بطلع عن شغلك. كنت مرافق وزير الدفاع الخاص انا اللي شايفني مرافق هالصور. لا بدك تقول لي ما انك قادر تشتغل ولا اي شيء؟ ما حدا عم يشغلني والله، عم ما عم خلي شيء، ما عم خلي مبسوط بحالي. اطلع جرس انا شوف، مبسوط بحالي طالع تشرجح انا، جيب لي شغل وهلا بشتغل. تفضل شوفه. لا مرافق فيه، بيسالوك عن طائفتك. شوفير ما فيه، مساج بده النسوان. في شركات سيكوريتي وشركات امن بالبلد متليه اليمين يشيل. شو سيكوريتي 800,000؟ انا بعيشوني عندي اولاد 800,000، يجي واحد هالقد بنفخ عليه بطيره. انا زلمه 10 رجال بكلهم واقفون هيك ومش حال ايدانك وشال على راسك خصم، هي شغله هي؟ انا البرج في رجف ونفسيتي تعبانه 40 مليون طير يوم. طب خدلي هالصور ابن الحرام يجي انا هيك، خدلي هالصور من هون. يروح عمري هيك يعني هدر؟ لا بتبيع حالك احسن. بيع حالي لكن قعد بهالبلد تمقطع فيي احسن لكن. واللي رح يشتريك ما رح يتمقطع فيك؟ والله يكون منه طائفي بيشتريني. ايه يتبناني.